بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعتبر نهر أم الربيع هذا الذي ترون أمام أعينكم من أهم الأنهار في المغرب، أنعم الله عز وجل به على كثير من العباد والبهائم والنباتات. سأرحل بكم من خلال هذا الشريط إلى منابع هذا النهر العظيم، وفي نفس الوقت ستتعرفون على معلومات كثيرة عنه: المنابع، السدود، الطول، الأماكن والأقاليم التي يمر بها، الكائنات الحية التي تعيش به، وما إلى ذلك من المعلومات. وفي نهاية الشريط ستجدون مفاجأة مسلية إن شاء الله. لا تغادروا، ابقوا معنا من أجل الاستمتاع بهذه المناظر. فعيون أم الربيع تعتبر جنة الله فوق الأرض. السلام عليكم ورحمة الله. انطلقنا في هذا اليوم من مدينة خنيفرة في اتجاه منابع أم الربيع. هي نفس الطريق التي سلكناها في اتجاه ضاية أقلمام أزقزة التي نشرت الشريط الذي يتعلق بها سابقا. وسط هذه الغابات من أشجار الأرز الشامخة التي لا يمل ولا يكل الإنسان من مشاهدتها، إنها منظر جميل جدا. شققنا طريقنا، تبعد أقلمام أزقزة يمينا عندما تنطلق من المدار المتواجدة بوسط خنيفرة، مدارة الفرسان الثلاثة، بحوالي 28 كيلومترا، ومن أقلمام أزقزة إلى عيون أم الربيع حوالي 18 كيلومترا، بمعنى أن المجموعة من مدينة خنيفرة حوالي 44 كيلومترا تقريبا، كلها وسط الأشجار ووسط الغابات والمناظر الرائعة الجميلة. فأم الربيع يعتبر من أهم وأكبر الأنهار المغربية، حيث يتجاوز طوله 550 كيلومترا، وإذا اعتبرنا المنعرجات 600 كيلومتر أو أكثر. وهو ينبع من الأطلس المتوسط ويصب على مشارف مدينة أزمور. يشتهر بأسماء عربية وأسماء أمازيغية. الاسم الأمازيغي الأول الذي أطلق عليه هو وينيسيفن، بمعنى واد الأودية، وباللغة العربية أم الربيع، وبالدارجة المغربية مربيع. وهو تجميع روافد كثيرة، من بينها واد العبيد الذي ينبع من قبائل أيت سخمان، ويرين وأغدو، واد أحنصال الذي ينبع من زاوية أحنصال، ثم يلتقي أم الربيع بواد العبيد قرب زاوية ترمست، وكذلك من بين روافده واد سرو، واد شبوكة، واد درنا، واد وومانا، واد العريش وغيرها، واد الداي وغيرها من الأودية. كما يتغذى هذا النهر العظيم من عيون كثيرة جدا، أهمها عيون أم الربيع التي سنصل إليها بعد قليل. هذه العيون كثيرة جدا، تتعدى 40 عينا، منها 7 مالحة وهي الأكثر غزارة. في هذا اليوم عندما وصلنا إلى منابع أم الربيع تفاجأنا بعودة الحياة. عدد كبير من الزوار، لقد أرهقت الناس مخلفات كورونا، فخرجوا لهذا المتنفس من أجل الاستمتاع بهذه المناظر التي تعتبر جنة الله فوق الأرض. وهي مجال حيوي لعيش كثير من القبائل، تتعدى 40 قبيلة، تنطلق من منطقة زيان إلى دكالة، مرورا بمجموعة كبيرة من الأقاليم
أهمها إقليم خنيفرة، إقليم بني ملال، إقليم فقية بن صالح، إقليم سطات، إقليم الجديدة، حيث يصب بمنطقة تسمى عيشة البحرية قرب الزمور، ولنا موعد هناك إن شاء الله تعالى. وكذلك تعتبر غطاء أو يلعب أم الربيع دورا كبيرا في توفير غطاء نباتي رعوي كبير جدا استقرت به قبائل، إضافة إلى مغارس وزراعة وحراثة. فكما قلت لكم استقرت بهذه المناطق قبائل كثيرة جدا مستفيدة من الثروات المائية واتخذتها موطنا لها. عندما وصلنا إلى هذا الشلال الذي سترون بعد قليل تفاجأت بأنه لم يعد شلالا، بل مجرد قطرات تنزل إلى هنا. لقد تفاجأت كثيرا وصدمت من هول هذا المنظر، وعادت إلى ذاكرتي ذكريات 2011 و2012. لاحظوا، لم يعد لهذا الشلال أثر إلا من قليل من الماء، وترى هذا الطفل يجدف بمركبه الصغير في هذه المياه الراكدة. فعدت إلى الأرشيف وعدت أبحث بين وثائق، فوجدت هذه الصورة التي تعود إلى 2011 عندما قمت برحلة بالدراجة، وهذه الصورة تعود إلى 2012 وهي أكثر غزارة عندما قمنا بخرجة على متن الدراجة الهوائية. واصلنا التجوال، يرحب بك الناس في هذه المنطقة، وتجد هنا المأكل وتجد المشرب وتجد المصلى وتجد متنفسا طبيعيا لا نظير له، إنها الحياة، فالماء دائما تكون معه الحياة. يقول الله عز وجل في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن كما قلت لكم من قبل، فهذا الواد وهذا الحوض جمع نسيجا بشريا متنوعا، حج وحط رحاله على ضفاف هذا النهر من كل حدب وصوب من جل مناطق المغرب الحبيب. فإذا بحثت وقمت بتنقيب عن أصل هذه القبائل التي استقرت في جنبات هذا الوادي، ستجدها متعددة المشارب ومتعددة الأعراق. أنشئت على وادي أم الربيع العديد من المنشآت المائية، من أهمها سدود كبرى كسد الشهيد الحنصاري وسد أيت مسعود وسيدي شحو، وكذلك سد بين الويدان على اعتبار أن واد العبيد رافد من روافد أم الربيع. وهذه طبيعة الحال، هذه السدود لها دور كبير في الكهرباء والسقي وما إلى ذلك من المنتجات. كما يعتبر ثروة مهمة لسقي الملايين من الهكتارات بمنطقة تادلة ومنطقة دكالة ومنطقة الشاوية. وكذلك وفر ثروة سمكية مهمة، حيث تعتبر نشاطا مهما على طول هذا النهر للعديد من السكان. فإذا عدنا إلى الماضي سنجد أن ساكنة منطقة دكالة كانت تصدر الشابل للبرتغاليين الذين كانوا يحتلون مدينتي الزمور والجديدة آنذاك. لكن نهر أم الربيع تعرض للتلوث، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع ملوحته، كما أن تراجع التساقطات جعلت صبيب الماء يتراجع سنة بعد أخرى، الشيء الذي أدى إلى النقص الشديد الذي رأينا في العديد من ما كثير هنا يتبارك الله. أترككم مع هذا الصوت، صوت خليل الله، صوت جميل.
غطيحي ريحانة غطيحي. مطر ولا أربعة. بارك الخالق. مايك هاي السلام لا هنا البيض تاع السمان عند السيد شريع. إذن وصلنا الآن إلى اللقطة الطريفة التي وقعت لنا في منابع أم الربيع. كنا في خرجة على متن الدراجة الهوائية، دامت 7 أيام. فاليوم ما قبل الأخير المرحلة كانت صعبة جدا، مرحلة مكناس، بوفكران، الحاجب، عبر بيزاج إيطو، منظر إيطو أزرو، ثم عين اللوح، ثم دايت ويوان، ثم منابع أم الربيع. وصلنا إلى مكان قريب جدا من الشلالات، اكترينا بيتا صغيرا، ثم تكلف كل بشيء، وكانت المسافة الطويلة وكنا متعبين جدا، حوالي 134 كيلومتر من الرياضة ومن الجهد. وصلنا متأخرين جدا، فتكلف السي عبد العزيز بصنع شاي. ذهب السي عبد العزيز إلى النبع المجاور، أحضر الماء، ثم ظل يصب، ثم يصنع الشاي بعناية كبيرة، ثم يصب، ثم يضيف السعتر، ثم وفي نهاية المطاف عندما ذاق ذلك الشاي وجده مالحا جدا، وكأنه استعمل ماء البحر.